دائما احتضنت العاصمة مساء أمس حفلا نظمته جريدة شيلو حفشي الساخرة، وقد تضمنت فعالية الحفل تكريم عدد من الصحفيين إضافة إلى هيئات من المجتمع المدني تم اختيارها كشخصيات متميزة للعام 2012. يدخل هذا الحفل الذي تنظمه جريدة شيلو حفشي الساخرة للمرة الثانية يدخل في إطار أنشطتها الثقافية والتكريمية لأبرز الشخصيات ومؤسسات العام 2012 على المستوى الوطني. وبعد جمع مشاركات القراء عبر الموقع الإلكتروني لموقع شيلو حفشي تم قبول 3843 مشاركة، فيما تم رفض 791 مشاركة بسبب عدم استجابتها لمعايير المسابقة. رئيس لجنة الاستطلاع يقرأ في البيان التالي الشخصيات التي تم التصويت على اختيارها خلال العام 2012. أبرز شخصية سياسية للعام الرئيس مسعود والبلخير. أبرز شخصية اعتبارية للعام الشيخ محمد الحسن والددو. أبرز برلماني للعام النائب يعقوب اللموين. أبرز عمدة للعام فاطمة بنت عبد الملك عمدة تفرح زينة. أبرز شخصية ثقافية للعام الصحفي الدكتور الشيخ والسيدي عبد الله. أبرز فنان مبدع للعام قررت اللجنة رفض كل التصويتات بشأنه. أبرز باحث خلال العام الدكتور سيد أحمد ولا أحمد سالم مد والأمير. أبرز سيدة للعام فاطمة من سيدي محمد رئيس منظمة أمل غير الحكومية. أبرز شخصية حقوقية للعام الأستاذ أحمد سالم والأبو حبين نقيب المحامين الموريتانيين. أنشط قطاع حكومي خلال العام التجمع العام لأمن الطرق. الإذاعة المفضلة إذاعة صحراء ميديا اف ام. التلفزيون المفضل التلفزيون الموريتاني تي في ام. الجريدة المفضلة جريدة الأخبار انفو. أكثر موقع إلكتروني مصداقية للعام موقع صحراء ميديا. أبرز وجه إعلامي للعام الزميلة مريم التسباعي مقدمة ومعدة برنامج اهتمامات. أبرز برنامج تلفزيوني للعام برنامج حوار لمقدمه الزميل محمد تقي الله والندم. أبرز برنامج إذاعي للعام برنامج بلا أسوار لمقدمه الزميل محمد محمود ولد بن معالي. رئيس تحرير جريدة شيلو حفشية الزميل السالك ولد البناني أوضح في كلمته بالمناسبة أن هذا الحفل التكريمي الذي تنظمه الجريدة للمرة الثانية يدخل في إطار أنشطتها المواكبة لأبرز الشخصيات ومؤسسات العام 2012، مبينا أهمية تنظيم هذا النوع من الأنشطة الرامي إلى تكريم الشخصيات والمؤسسات الناشطة في مجال الخدمات العمومية خلال السنة المنصرمة. ونبقى في المجال الإعلامي.